منتخب الشباب جيل العراق القادم ان شاء الله للكره. من بيهم تشوف هسه عماد محمد تحسه؟ انا ما اريد دائما ما اريد انطب بلاعب بالاعلام انه اقول هذا اللاعب راح يكون مميز او يكون عماد محمد او يكون يونس او يكون نشأت او يكون اي لاعب، لكن للامانه خلال الخمس سنوات القادمه راح تشوفون جيل مميز جدا للكره العراقيه بالجانب الفني الجانب الاخلاقي. كابتن تنصحهم خارج الملعب انه تبتعدوا على مواقع التواصل؟ انا جاي اقول جاي اعدد لك الجانب الفني والجانب الاخلاقي. احسنت، ذني جانبين مهمات بحياه الانسان، مو بس نعلمه كره قدم، لا الربي انه شلون يتعامل مع الاعلام مع الجمهور مع التواصل الاجتماعي، يعني تبعدوا على الغرور. ننطي الغرور هذا يعني خط احمر، خط احمر لان هذا قتل بطيء للاعب. صح.